مطاعم للسمك بأجدير متهمة بالنصب، والسبب العرض بثمن والأداء بثمن مضاعف. لا حديث بين زبناء عدد من مطاعم السمك المتواجدة بميناء أجدير سوى حول عملية النصب التي يمارسها بعض أصحاب ومستخدمي هذه المطاعم. وحسب شهادات عدد من الزبائن، فيتعمد بعض أصحاب ومستخدمي هذه المطاعم عرض أطباقهم ووجباتهم بأثمنة في المتناول للزبناء القادمين للمكان قبل مطالبتهم بعد الأكل بأداء ثمن مضاعف. ووفق ذات الشهادات، فيختار الزبناء تناول وجبات سمك مكونة من طبق سمك مقلي صغير أو متوسط بثمن لا يتجاوز 80 درهم قبل أن ينصدموا بمطالبتهم بأداء فاتورة تتجاوز 400 و500 درهما. وأضاف عدد من الزبائن أن عدد من المطاعم يتعمدون القيام بهذه العملية للنصب على الزبائن خاصة الغرباء عن المكان، لافتين إلى أن هذه السلوكيات والممارسات تسيء لصورة المدينة لدى المغاربة والسياح الأجانب. وطلب الزبناء الجهات المعنية بتدخل ووضع حد لممارسة أصحاب هذه المطاعم، كما توعد آخرون بمقاطعتها.